حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل عن ابن عون، عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علياً رضي الله عنهما كان وصياً، فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟